مرحبا، حلقة جديدة من ميلوديز طلع ليكون فيها أنا باميلا أستوريان لنتناول آخر أخبار المشاهير الأسبوعية عبر هوا صوت لبنان وعلى السوشيال ميديا Voice of Lebanon وعلى الفيديال.me. أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن تفاصيل جولتها الغنائية العالمية، وبهالجولة رح تلتقي كرم بعدد كبير من جمهورها من مختلف الجنسيات وعلى أهم المسارح العالمية تحت عنوان نجوى ستالجيا، إشارة إلى أنه هيدي الجولة رح تبتدي ب 22 حزيران ورح تستمر لغاية 29 حزيران. انضم الممثل جري غزال لمسلسل لعبة حب بشخصية جبران يلي رح يكون لها تأثير لافت على أحداث المسلسل. لعبة حب من بطولة معتصم النهار، جو تراد، ساشا دحدوح، نور علي، إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين، إشارة إلى أنه هذا المسلسل هو نسخة من المسلسل التركي الحب للإيجار. أعلنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب خطوبتها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني بعد ما انفصلت عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب. طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أولى غنيات ألبومها الجديد تحت عنوان اضحك يا قلبي. لهون منكون وصلنا لختام ميلوديز، أخبار جديدة الأسبوع المقبل انطرونا.